في خبر آخر، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام خلال اختتامه مراسم اختتام أشغال اللقاء حول رقمنة القطاع عن اتخاذ إجراءات عديدة لتحسين نوعية الخدمة وتقريبها من المواطن. الوزير حتى أيضا الإطارات لبذل جهود أكبر لمرافقة التكنولوجيا الحديثة والوصول إلى إدارة ذات نوعية. وفي إطار تنفيذ سياسة الحكومة خاصة فيما يتعلق بتبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية، بادر قطاعنا بتخصيص ووضع برنامج وفق رزنامة موزعة على عدة سنوات ليتمكن جميع المواطنين التعبير عن انشغالاتهم عبر الوسائل الرقمية دون أي إقصاء. وقد تم في هذا الصدر توفير 4 مراكز للإصغاء على مستوى عدة هيئات تحت الوصاية. أدعو جميع الفاعلين خاصة إطاراتنا التي يعول عليها القطاع من أجل بذل المزيد من المجهودات لمرافقة هذه التغييرات وتسريع العمل بهذه التكنولوجيات الحديثة.